عند الثورة. أيوة شنو هذا؟ هذا يقعدوا تاريخ. شو اسمك أنت؟ عبد السلام عمر محمد. عبد السلام منين عبد السلام؟ الدافي مصر. ها؟ الدافي. الدافي. الدافي مصر. وقحط. متهرب سيف. ها؟ متهرب سيف. صب علينا ما نقدرش نردوا. صب عليك ولا اسمع. انتم اكيد عارفين احنا اهل الباديه. انا كاهل الباديه لك سلمت. لا احنا بس اهل الباديه ما تصدق لك ولد عمك معك سلمت بس. يعني الموقف هو وحتى لو طلع برا هو مطلوب لو طلع برا. لا برا انت تسمع الفلوس وخلاص. ها؟ انك انت ماكش مطلوب. تاخذ الفلوس وتفوت على حالك وخلاص. اي فلوس؟ اللي بيعطيهم لك. والله ما بيعطيني ليش؟ والله كان بعطيكم مواطن يلا. تعالي في الجماعه. شو اسمك انت؟ مراجع سعد عبد الله. ها؟ مراجع سعد عبد الله. مراجع منين انت؟ مدح. مدح الحي. قديش لك ماشي انت؟ اليوم. بس؟ اليوم جيت بس الحق بي؟ كيف نسقت ما كيف جابوك اليوم بس؟ يعني عارف كيف. معقولة لليوم بس؟ مش عارف كيف. طمعني بفلوس؟ لا لا. ها؟ وما كيف جيت اليوم بس بتعرف سيف ما تعرفها؟ الدنيا قايمة هي على. قديش المبلغ اللي عطيته؟ أعطاني شيء ولا ما أعطاني حاجة؟ اسمك شيء؟ يا خالد عمر رمضية. خالد شنو خالد؟ منين؟ منين يا خالد؟ ما قلت حيوك. راجع قديش أعطيكم أنت من المال؟ والله 25,000. 25,000 شنو؟ دينار. هذا السوار. أنت السوار؟ السوار إيه. وأنت منين طلعت من زمزم؟ لا من البراك والله المشروع بتاع البراك الزراعي. منين ضرب الرتل في زمزم وين طلعت وين طلعت به؟ لا أنا ماني معني والله من مباراة بس اليوم. لأن احنا رتل تبعنا لما ضرب رتل تبعنا. واختفى في زمزم. كنا عبد السلام ممكن عنده خلفية لكني ما كنت شفته. عبد السلام منين ضرب الرتل بتاع الأهلي واختفيت به أنت؟ من زمزم وين طلع؟ طلعت في الوادي اليوم في زمزم طلعت في الوادي الثاني. جات في زمزم في الحياج قاعد فيها؟ لا من حيث ما راح نسمعك. اليوم طوخنا المكان احنا انتم وين؟ في بعد الصحراء في الشمس. عندكم عيادة مبينة؟ يعني الصحراء ما عندي لا. طلعت على الشوارع انت؟ لا لا خشيت. طلعت لسه ما قدمت الصحراء؟ كمل.